اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، لكن بعد جوله في اهم العناوين. القدس العربي، انتخابات العراق شكوى من ضغوط الميليشيات لانتخاب مرشحين مقربين منها. الزمان، نقابة المحامين العراقيين تستنكر ممارسات التعذيب أثناء التحقيق. العربي الجديد، الاتفاق في مفاوضات المياه بين العراق وإيران وبغداد تتجه للتدويل. الرأي، الأردنية، السماح للعراقيين المترتبة عليهم رسوم إقامة بمغادرة الأردن. الخليج، الإماراتية، ماكرون يحض ميقات على بدء بإصلاحات عاجلة في لبنان. البيان، الإماراتية، تعنت الحوثيين يفشل مساعي السلام بأول جولة للمبعوث الأممي الجديد. الشرق الأوسط، بعد الامتعاض الغربي إيران تعد بالعودة إلى محادثات النووي. قال موقع ميدل إيست آي البريطاني في مقال للكاتب إبراهيم المرعشي بعنوان انتخابات العراق مراوغة لمطالبة الإصلاح أو لمطالب الإصلاح عفوا، إن الانتخابات البرلمانية في العراق ستكون بمثابة استفتاء بين الأحزاب السياسية التقليدية التي تتمسك بالسلطة وتسعى للحفاظ على الوضع الراهن، وبين شباب حركة تشرين الساعين للتغيير. الكاتب قال إن التصويت سيجري لانتخاب 329 نائبا في البرلمان من بين أكثر من 3200 مرشح، لكن وسط اللامبالاة والازدراء للنخب السياسية العراقية من المرجح أن تكون المشاركة منخفضة كما كان الحال في انتخابات 2018. وأضاف الكاتب أن الشارع العراقي لا يشعر بأهمية هذه الانتخابات في ظل امتلاك الأحزاب السياسية أجنحة مسلحة تستطيع من خلالها قمع معارضيها وتضييق الخناق على المستقلين، مما يشير إلى احتمال حدوث اضطرابات في العملية الانتخابية في العراق، خصوصا إذا كانت نسبة المشاركة متدنية. ويرى الكاتب أنه من غير المرجح أن يفوز أي حزب بأغلبية المقاعد البرلمانية، مما يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى حكومة ائتلافية، مما يؤدي على الأرجح إلى عملية طويلة الأمد لتشكيل الحكومة. ولفت الكاتب إلى أنه على الرغم من أن قانون الانتخاب الجديد خصص مقاعد كوتا للأقليات الدينية والقومية في العراق، إلا أن ثمة خشية من اندثار التمثيل السياسي والحكومي لها خلال المرحلة المقبلة، حيث عبر مواطنون مسيحيون وأتباع ديانات وقوميات أخرى عن قلق يعتري أغلب الأقليات الدينية والقومية في العراق من مصير مجهول في ظل تصاعد الصراعات الحزبية على مناصب الدولة. وختم الكاتب مقاله قائلا إن فشل الكاظمي في معالجة مشاكل العراق والتصدي للفساد والبطالة وسوء الخدمات أو انعدام الأمن الناجم عن الميليشيات التي استهدفت النشطاء زاد من يأس العراقيين تجاه تحسين الأوضاع وتغيير الوضع السياسي. كشف صحيفة العربي الجديد عن قيام رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي خلال الأسبوعين الماضيين بمنح شخصيات سياسية وأخرى من أبناء بعض المسؤولين والسياسيين المتنفذين مناصب هامة من الدرجات الخاصة. ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها إن أكثر من 8 شخصيات نالت منصب مدير عام في مؤسسات أمنية ومدنية ترضية للأحزاب قبيل الانتخابات البرلمانية.
تقارير صحفية أفادت بأن الكاظمي وقبل أسابيع من انتهاء صلاحياته بانتهاء فترة حكومته، عشية الانتخابات المقررة في 10 تشرين الأول، منح علي الزهيري نجل القيادي في حزب الدعوة عبد الحليم الزهيري منصب المدير العام لدائرة التدريب والتطوير الاستخباري في جهاز المخابرات الوطني، وهو من مواليد عام 1994. قبل ذلك حصل مسؤولون تنفيذيون ومستشارون للكاظمي على مناصب رفيعة في الدولة، ويخطط رئيس الحكومة أيضا لمنح أعضاء لجنة مكافحة الفساد برئاسة أحمد أبو رغيف مناصب أمنية رفيعة أعلى من التي يشغلونها حاليا، وذلك تمهيدا لحل اللجنة. كما كشفت مصادر سياسية أن التعيينات طاولت وزارات الصحة والإعمار والإسكان والتخطيط، مع تعيين 6 مدراء جدد داخلها وغالبيتهم من التيار الصدري، إضافة إلى نقل واستبدال مدراء من المحافظات إلى العاصمة بغداد. واعتبرت المصادر أن الأمر يندرج ضمن خطة لتوسيع عدد الدرجات الخاصة في بعض الدوائر الحكومية ببعض المحافظات الجنوبية والغربية، من دون التطرق رسميا إلى ذلك. ووصفت هذه الخطوة بتوجه يفهم منه أنه ترضية حكومية لبعض الكيانات السياسية التي يشعر فريق الكاظمي من مستشارين ومقربين بالحاجة إلى الحصول على دعم منها في مرحلة ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة. ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الأمر أثار استهجان بعض النواب الذين اعتبروه تحدياً لرغبة العراقيين برفض منهج المحاصصة الحزبية والطائفية واستغلال موارد الدولة لتحقيق غايات انتخابية وسياسية، فيما رأى آخرون في هذه التعيينات حلقة من مسلسل الترضية السياسية التي يهدف الكاظمي من ورائها إلى إرضاء القوى السياسية قبل مغادرته المنصب. الانتخابات هي الميدان العملي للديمقراطية في عالم السياسة، والمسار الانتخابي يفرض على المرشحين بيان برامجهم الانتخابية للجمهور لتفضيل بعضهم على بعض في التصويت. جاسم الشمري يقول في موقع عربي 21 إنه في الظروف الطبيعية يفترض أن تكون الدعايات الانتخابية ضمن مسار متزن وعلمي وأخلاقي، لكن في العراق الأمر مختلف، فالدعايات الانتخابية باتت مكانا لإثارة النعرات الطائفية والقومية. على الرغم من أن تعليمات مفوضية الانتخابات بعدم تضمن الحملة الانتخابية دعوات إلى النعرات الطائفية والقومية وزرع الكراهية وعدم استخدام مؤسسات الدولة والمال العام، لاحظنا الكثير من الدعايات المصورة والمسجلة المليئة بالكراهية والنعرات الطائفية والخطابات المسمومة. وقد تجرأ أحد المرشحين والنواب الحاليين وهو زعيم في ميليشيا كبيرة على الطعن برموز الأمة خلال تجمع انتخابي، وكان الأولى به أن يتحدث عما قدمه وسيقدمه للمواطنين وليس الهروب نحو الماضي. ومحاولة اللعب بمشاعر البسطاء لكسب أصواتهم بأساليب غير منطقية، وقد تميزت العديد من الحملات بوعود غير منطقية، على الرغم من أن غالبية تلك الوعود هي من مهام السلطات التنفيذية والقضائية ولا علاقة لها بالبرلمان. لقد أثبتت التجارب السابقة أن غالبية وعود المرشحين تمحى مع اللحظات الأولى لإعلان النتائج الانتخابية، وأن المرشح قبل النتائج لا يشبه المرشح نفسه بعد الفوز، وهذه معضلة يتوجب القضاء عليها عبر توعية الناس بخطورة مثل هؤلاء الراكبين على ظهور الوطن والفقراء والمحتاجين. إن المنادين بمقاطعة الانتخابات والعصيان المدني وضرورة تصويب حالة العراق المشوهة يعانون الأمرين بسبب الجيوش الإلكترونية التي تحاول ترهيبهم وترويعهم، وهذه أساليب بدائية غير مثمرة، لأن العراقيين اليوم متفهمون لحقيقة واقعهم الهزيل. ويرى الكاتب أن أصحاب الدعايات الخيالية حبالهم قصيرة، وسيكتب التاريخ نكثهم بوعودهم السرابية والخادعة للمجتمع.
ولا ندري لاحقا كيف سيواجهون الناس وهم عاجزون عن تنفيذ وعودهم الماكرة. في تعليقه على شاحنات الوقود الإيرانية التي استجلبها حزب الله من فوق رأس الدولة اللبنانية، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: إنه حزين على انتهاك سيادة لبنان، ولكن ليس لديه خوف من عقوبات على لبنان، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية. راجح الخوري يتساءل في صحيفة الشرق الأوسط: ماذا يفيد حزن الرئيس ميقاتي على السيادة اللبنانية المنتهكة؟ في أي بلد في الدنيا يستقيل الرؤساء وتنهار الحكومات عندما تنتهك السيادة؟ لكن العجيب أن ميقاتي الذي يعترف بأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية ليس لديه خوف من عقوبات على لبنان، فعلى ماذا يتكل؟ والغريب ارتياحه المدهش إلى أنه ليس من عقوبات على لبنان فحسب، بل إنه لم يتردد في أن يبدي تفاؤلا عجيبا حيال استعادة الدعم من الدول العربية الشقيقة، على الرغم من أنه لم يكن قد تلقى بعد أي اتصال من أي من العواصم العربية، ولم يتردد في القول إن لبنان مريض في حال سيئة جدا، وإنه في انتظار الأخ الأكبر العربي ليأتي وينقله إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة. يقول الرئيس إنه يراهن وينتظر الأخ الأكبر، ذلك الذي يقصفه حزب الله يوميا بالاتهامات والتهديدات ويحاول إغراقه بالمخدرات. عمليا الأحرى به أن يكون حزينا أكثر على ابتعاد ونفور الأخ العربي الأكبر بعدما صارت دويلة حزب الله صاحبة القرار والقطع والوصل. هل كثير القول إن الحزن من حق الشعب اللبناني لا من حق معظم هذا الطقم السياسي الذي أتحفنا يوم الاثنين الماضي بإعطاء الثقة لحكومة برائحة وطعم المازوت الإيراني بعد جلسة نيابية معيبة وفاضحة تكشف مدى الانهيار المريع الذي وصل إليه لبنان؟ ويضيف الكاتب أنه لا حاجة إلى الحديث عن البيان الوزاري الذي رغم أنه كتب بالمازوت الإيراني فإنه يحلق عاليا في التفاؤل، خصوصا أنه ليس أمام هذه الحكومة أكثر من 4 أشهر لاجتراع المعجزات قبل أن تبدأ فترة الانتخابات النيابية التي ستطغى على اهتمام السياسيين. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا قالت فيه إن الحكومة اللبنانية الجديدة بدأت بداية مشؤومة هذا الأسبوع، فعندما اجتمع البرلمانيون للموافقة على التشكيلة الوزارية انقطع الكهرباء وهو أمر شائع هذه الأيام وغرقت القاعة في الظلام. وأضافت الصحيفة أن حزب الله حاول استعراض عضلاته بتوفير الوقود الإيراني المجاني. حزب الله الذي تصنفه أمريكا منظمة إرهابية انبرى لإنقاذ الموقف، حيث قام النائب إبراهيم الموسوي الجناح السياسي للحزب بجلب مولدين من مكاتب الحزب. في النهاية عادت الكهرباء ولم تعد هناك حاجة للمولدين، لكن الحادثة قدمت فرصة جديدة لحزب الله لتذكير اللبنانيين من الذي يملك سلطة حقيقية في بلادهم التي تنهار بشكل مضطرد. قبل أيام كان حزب الله يتباهى بنفوذه من خلال نقل وقود الديزل الإيراني بالشاحنات إلى لبنان للمساعدة في تخفيف النقص المزمن في الوقود الذي ترك الناس بدون كهرباء عامة في بعض الأحيان لمدة تصل إلى 24 ساعة في اليوم. كانت كمية الوقود المستورد 33 ألف طن فقط، هزيلة مقارنة باحتياجات لبنان الهائلة، ولم تكن كافية إلا لبضعة أيام في البلد الذي يعتمد على المولدات. قال بشار الحلبي محلل الطاقة في شركة كليبر داتا الاستشارية إنها حيلة علاقات عامة أكثر من أي شيء آخر، فلا يمكن اعتبارها حتى عملية تضميد جرح.
لكن حزب الله استغل الفرصة لتصوير نفسه على أنه المنقذ، وجعل الوقود متاحاً مجاناً للمستشفيات والمؤسسات الخيرية وخدمات الطوارئ والبلديات والمؤسسات الأخرى التي تعطلت خدماتها بسبب نقص الكهرباء. الصحيفة ترى أن تسليم الوقود يهدف إلى تقويض سلطة الحكومة الجديدة حتى قبل أن تحصل على الموافقة الرسمية، ما يبرز ضعف الدولة ومؤسساتها. فإلى جانب دعمه للحكومة، يدير حزب الله ما يرقى إلى مستوى دولة موازية بميليشياته الخاصة وشبكات الخدمات الاجتماعية وطرق التجارة غير القانونية واستخدام كل ذلك في جلب كمية من الوقود. اهتم صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بالخلاف الفرنسي الأمريكي بشأن اتفاقية أوكوس الأمنية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع أستراليا وبريطانيا، والتي أدت إلى إلغاء صفقة كبيرة لبيع غواصات فرنسية إلى أستراليا، ما أثار غضب باريس. ونشرت الصحيفة مقالا للكاتب فيليب ستيفنز قال فيه إن الولايات المتحدة لطالما كانت تتجاهل حلفائها خلال السعي لتحقيق مصلحتها الوطنية. الكاتب يرى أن صفقة الغواصات النووية بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا والضجة التي أعقبتها في فرنسا تعبر عن أمرين بخصوص القوة الأمريكية. أولهما أن القدرة على بناء التحالفات تمنح الولايات المتحدة ميزة حيوية في المنافسة الجيوسياسية مع الصين، لأن بكين لديها عدد قليل من الأصدقاء الحقيقيين. وثانيهما أن الامتداد العالمي لواشنطن مترسخ عبر عدد من المعاهدات الثنائية والإقليمية. ويقول الكاتب إنه ومع ذلك فإن هذه الحادثة تذكر أيضاً بمدى عدم الاكتراث والقسوة التي يمكن أن تتعامل بها الولايات المتحدة مع حلفائها، مشيراً إلى أن واشنطن لم تبتعد أبداً عن السعي وراء المصلحة الأنانية بغض النظر عن تعارضها مع مصلحة حلفائها. ويسوق الكاتب أمثلة على ذلك، من بينها انسحاب الرئيس جو بايدن الأخير من أفغانستان. ويتابع الكاتب أن غضب فرنسا سببه فقدانها صفقة بقيمة 50 مليار دولار أسترالي، مما يشكل ضربة لصناعتها العسكرية، وأنها أكثر الدول الأوروبية من حيث الوجود العسكري في المحيطين الهندي والهادي، إذ كانت تبني شراكتها الأمنية الخاصة مع أستراليا، لكن اتفاقية أوكوس حطمت كل هذا. ويرى الكاتب أنه من الإنصاف القول إن فرنسا تقف على أرضية صعبة عندما تشكو من سعي الآخرين وراء المصلحة الوطنية. ويختتم الكاتب قائلا إن بريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي جعلت من نفسها شريكا مرنا للولايات المتحدة، بينما ظلت بقية أوروبا في مأزق، إذ يمكنها أن تحاول القيام بدور الموازن بين الصين والولايات المتحدة، أو يمكنها أن تعترف أنه عندما يكون الاختيار بين غطرسة الولايات المتحدة والهيمنة الصينية، فإنه لا يوجد سوى جانب واحد يجب أن تكون عليه. طور باحثون من جامعة نورث ويسترن في الولايات المتحدة الأمريكية أصغر آلة طيران في العالم بحجم حبة رمل ولا تحتوي محركا. وبحسب الباحثين فإن الشريحة التي أطلقوا عليها المايكرو فلايرت تحاكي بذور النباتات في آلية طيرانها عبر الهواء، ويمكنها حمل أجهزة الاستشعار ومصادر الطاقة والهوائيات للاتصالات اللاسلكية، ويمكنها تخزين البيانات. ويشرح الباحثون طريقة عملها أنه عندما تهب الرياح تحمل معها تلك الرقائق، ولكن عندما تتوقف الرياح تسقط بسرعة بطيئة، ما يجعلها مثالية لمراقبة تلوث الهواء والأمراض المنقولة من خلاله. وقال روجرز جون من جامعة نورث ويسترن الذي قاد الدراسة إن الفكرة كانت أن نطور منظومة تسمح لنا بتوزيع أجهزة إلكترونية مصغرة عالية الأداء
لاستشعار البيئة من أجل مراقبة التلوث أو مراقبة السكان أو تتبع الأمراض. نتابع معا بعض صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحف اليوم. صدى الأقلام انتهى مشاهدينا الكرام، تقبلوا منا أطيب التحيات وإلى اللقاء.